والله طول سهم، عمرك. أي هذا سهم يسير في قناة صاعدة من إبريل من عام 2020 في عام كورونا، ما شاء الله قناة صاعدة. السهم طبعا إلى الآن لم يصل إلى زي ما يقولوا سقفه حتى الآن. لو أخذنا الفيبو من أعلى قمة منذ الإدراج إلى أدنى قاع، نجد إنه نحن الآن حتى منطقة الثمانية النسبة الذهبية مكسورة، السهم مقفل عند 8 38 هللة. من أهم دعوم اليومين هذه ومناطق هي منطقة 50 وقاع قبل شهرين 8.25 إلى 8.15، هذا أهم دعومك الآن من 8.25 إلى 8.15، مرشح إنه السهم ممكن يرجع منها بحول الله تعالى، لأنه لو رسمنا له الآن قناة هابطة هنلاقي إنه السهم وصل قبل كده قاع القناة ولكن وحاول ارتد، وزي ما انت شايف ارتد لكن لم يوفق باقتحام 78 اللي هي النسبة الذهبية، ورجع يضغط مع السوق الآن. لو رجع ضغط كمان ممكن يرجع للقاع قريب 50 فيبو، وهذا قاع القناة، فأنت في دعم قريب من يعني كلها 10 هللات 15 هللة في سهم سكروب وابرد. دائما في حالة الارتدادات من أهم مقاوماتك 78، إذا قلنا هنا 10.40 بالضبط، هذا الأعلى التاريخي منذ الإدراج، الأدنى التاريخي كان 5.92 هنا. طيب هذا السهم لازم سبحان الله على الأسبوعي، هذا شارت أسبوعي يا أخوان، هذا على الأسبوع زي ما قلنا، إذا المقاومة 78 إذا اخترقها كشفت 9، والتسعة هي منطقة الترند الهابط الفرعي الآن، عشان يدخل معاك السهم في شمن كحولي لازم يعدي 9.9 إن شاء الله. بعدين لو سوى الحركة دي نقول عليه إيش ممكن يبدأ يذهب لتشكيل قمة أعلى من قمة، وإن شاء الله المرة الجاية على الأقل يكشف 10.40 اللي هي قمة التاريخية منذ الإدراج، لو تجاوز 9.9. لا سمح الله لو السهم كسر 8.15 وكسر 50 فيبو والقناة، من أهم دعومك الاستراتيجية ما بين 97 إلى 67، يعني هذه منطقة الترند. يعني أنا اللي أحب أقول لك هو إذا أنت لا سمح الله السهم ده جننك، يعني كسر معاك 8.15، ترى الدعوة كلها في أسوأ الظروف 35 هلل، انت داخل هذا النطاق، هو داخل مسار صاعد، يعني هو داخل قناة صاعدة، يعني مهما انضغط دائما عند الانطباع يقول انه ما لم يكسر 67 77 هو حيرجع. انت بينك وبين الفيلم ده تقريبا حوالي 68 هلل في أسوأ الظروف. ان شاء الله الان نحن نقول انه السهم بما انه سوى قاع هنا بعدين طلع ونزل سوى قاع هنا بعدين طلع ونزل سوى قاع هنا وكسروا، معناه احتمال كبير يكون القاع هنا إذا أنت طبعا حافظت عليه حترجع، لو كسرته حتوصل هنا. أنا ماني عارف ماني عايش معك في السهم وما أدري ظروفك المالية، لكن يكفيني أقول لك بشكل عام ما داموا فوق 77 الوعد باقتحام 9.10 10.40 إن شاء الله تعالى، واحتمال كبير لو كتب الله لك تروح لسقف القناة ممكن يوصل معاك 11.20 خلال شهرين ثلاثة. أهم شيء لا يكسر متوسط 50 والـ100 الأسبوعي والـ38 فيبو وخط الترند الصاعد. شايفين كيف التذبذبات ضيقة يا أخوان، شيء يبكي. أبغى أفهم ده اللي دخلوا في السهم ده الظاهر إنه خايف عليه، قال خليني أحطه في سهم تحت 10 ريال لا يجنني ولا أجنن ولا يمتحني، وهو قيده في قناة صاعدة يمكن بعد شهرين ثلاثة يكسب له ريال ريالين بعدين يجي يشكرني. يعني واضح إنه هو دفك على السهم بس يبغى يخلص منك يا كابتن.
ما له في لكلكك، ما يبغى يدخلك مخاطر كبيرة، يبغاك دائما يعني تتسلى مع السوق في سهم ثقيل رزين، حتى لو نزل ما تلاقي نفسك بتتعور كثير يعني. وأنا أشوف إنه السهم يعني بشكل عام جيد، وإن كان سلبيا لحظي، لكن بشكل عام هو في قناة ماشي على مبدأ القمم والقيعان الصاعد، ما لم يكسر 77 الوعد 10-40 إن شاء الله في المستقبل باقتحام المسار الفرعي الهابط. علم يا باشا هو ما حيخرج عن القناة الهابطة، يبغى ينزل من قاعها لقمتها. فلو نزل لي هنا مثلا هذا الأسبوع، وبعدين الأسبوع اللي بعده وبعد أسبوعين بدأ يطلع، شايف؟ والله صح يعني صحيح، لو هو طلع اعطانا 9.47 ولا بعنا، لكن الحمد لله بيرجع ان شاء الله باذن الله. يرجع يا بيرجع الله ان شاء الله، ما عليك. اعطاني 47 هلله قبل فتره، يا الله من يعني الطمع الله يعني. يهديك يعني.